ماركو عادل اللي ابتدى يعني يفكر بشكل مختلف وانشا مدرسه للباليه اسمها يعني الوانات اسمها حلو جدا 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 جدا، واول كمان مدرسه يعني للباليه في الصعيد وبالاخص يعني في المنيا، عشان خاطر بقى يعني اي حد عنده موهبه بنتك او ابنك عادي جدا يروح يلعب باليه، ما دي حاجه محترمه وحاجه كويسه جدا وفن من الفنون وطبيعي جدا ممكن يبقى موهبته في الجزئيه دي، مش اي حد ربنا مدينه مواهب على فكره يعني في حاجات معينه، فشجعوهم ونملهم الموهبه دي.